كانوا كتانين. أنا سعيدة أن ألتقي بكم النهاردة بعد فترة طويلة من أيام الكورونا. وفي الحقيقة يعني الموضوع النهاردة شيق جدا، لأنه إحنا بنشوف حالات كتير جدا جدا من البيوت المسيحية بسبب الخلافات الزوجية بيبقى فيها يعني انفصال وانكسار، وليها تأثير جامد جدا جدا على الأبناء. وفي الحقيقة لما يعني اختار مجموعة أستاذ مهدي المسؤول، حسيت إن الموضوع فعلا مهم لازم نتكلم فيه ولازم يعني نتبحر فيه شوية. طبعا العلاقة بين الزوجين بترسم شخصية أولادنا من هم صغيرين، يعني يا إما أطلع طفل سوي يا إما أطلع طفل بيعاني من مشكلات نفسية كتيرة، لأن بابا وماما هما بيبقوا يعني نموذج وقدوة لأولادهم. طبعاً يعني الخصام والمشاكل اللي بتبقى موجودة بين الأب والأم، ما نقولش إن الأطفال ما بتتأثرش بيها أو إن هما مش فاهمين أو إن هو مثلاً مش بيحس بالمشاكل دي، خاصة إن هما صغيرين يعني كتير قوي. وهم أطفال لما يشوفوا بابا وماما بيتعاملوا مع بعض إزاي، بتبقى دي نموذج إزاي هو هيتعامل مع الناس بره، هيتعامل في حياته. فخلينا نشوف لو في خصام بين الأب والأم، والخصام ده بيوصل لسب وشتايم وصريخ وكلام مش لذيذ ممكن يتقال بينهم وبين بعض قدام الأطفال، بالتالي الطفل بياخد ده نموذج لرد فعل ممكن يتعامل بيه مع باقي الناس اللي حواليه. يعني سمع بابا بيشتم او مامته بتشتم، هو كمان هيتعلم الشتيمه، وشتايم بتبقى شتايم صعبه. ما بنراعيش ابدا ان احنا بيت مسيحي او ان احنا العلاقه بينا ما تبقاش كده. طبعا يعني كل الابواب بتبقى كلها كره كلها عذاب لو في خلافات زوجيه مستمره. واحنا بنقول انه مفيش بيت بيخلو من المشاكل ومفيش بيت بيخلو من المشاكلات الموجوده، بس الشطاره او الفن فينا ان احنا تبقى فن المشاكله يبقى مشاكله ناجحه مش مشاكله تؤدي الى الهلاك. تمام. طبعا في الخصام وفي الزعل وفي المشاكله بيبقى في انقسام ما بين افراد الاسره، فريقين، فريق مع بابا فريق مع ماما، وبتبقى الدنيا صعبة جدا انه كل واحد تبع اللي بيحبه او كل واحد تبع اللي بيرتاح له. وطبعا فريق او انقسام الافراد دي بتخلي في اثر نفسي جدا لصورة الوالدين، يعني انا صورتي كبابا وماما قدام ولادي بتتهز جدا، ما بيبقاش في ثقة لا في بابا ولا في ماما. الطفل بيفقد الثقة في أبوه وأمه اللي هما مصدر الأمان بالنسبة له، يعني علاقته بربنا بتتدهور جدا لأن هو عارف إن ربنا هو اللي جمعهم، وبالتالي صورة ربنا بالنسبة له وحشة علشان بابا يعني بابا وماما جمعهم من ربنا، فربنا يعني ليه بيعمل كده؟ أو ليه بيخليهم يعملوا كده؟ وبالتالي بابا وماما صورتهم بتبقى سيئة جدا. طبعا في الشجار او في الخلافات دايما بيبقى فيه قلق، مفيش طمانينه، وطبعا البيت هو مصدر الامان لاولادنا. فتخيلوا لما يبقى فيه خلافات كتير ومشاجرات كتير وكلام بذيء كتير بيتقال ويبقى ده مصدر الامان بالنسبه لنا، استحاله. يبقى فيه قلق، يبقى فيه توتر، هيبقى فيه على طول يعني مشاكل كتير نفسيه ممكن الاولاد يمروا بيها. طبعا القلق او التوتر بيخلق شعور من الكراهيه بين افراد البيت، يعني الطفل بيحس ان بابا مش بيحب ماما وماما مش بتحب بابا، فمفيش محبه، دايما الكره والعداء موجود، وبالتالي بيبقى في تفكك جدا زي ما قلنا بينقسم ما بين اتنين فريقين. أولادنا برضه في المشاجرات بتعيش في الطلاق النفسي أو الطلاق الصامت، وكتير من الدراسات في علم النفس أثبتت إنه الطلاق النفسي أو الطلاق الصامت ده تأثيره أعلى من الطلاق الحقيقي.
يعني الطلاق النفسي او الطلاق الصامت ده يعني في اهمال لكل الافراد، يبقى كل واحد يعني زي ما بيقولوا مكبر دماغه عن التاني، يبقى كل واحد شايف نفسه مش مهم الطرف الاخر، فما بنعملش حساب لبعض، كل واحد مش عارف دوره ايه، فمفيش حتى الاولاد مفيش اهتمام بيهم، في اهمال غير عادي. كل اهتماماتنا ان احنا يعني نركز على مشاكلنا وعلاقاتنا ببعض والموضوعات اللي احنا كل يوم نبات فيها ونصبح فيها، وبالتالي يبقى فيه اهمال عاطفي واهمال نفسي لولادنا. فدي من الحاجات برضو اللي بتفرق كتير جدا مع ولادنا. الطلاق النفسي برضو يعني بيفرق كتير قوي لو في جو من الاسري الحلو اللي يسود المحبه ويسود الدفء في العلاقه، بتفرق كتير قوي مع ولادنا انه يحس ان هو كل الافراد بتحب بعضها فانا كمان محبوب. يعني بيأثر ان الطفل يشعر بانه منبوذ او مش مقبول في البيت ده. هشوفوا حضراتكم قد ايه الخلافات الزوجيه دي بتفرق كتير قوي. طيب كمان يعني دايما تسيب عدم استقرار نفسي لولادنا، دايما يعرضوا لسلوكيات ومشاكل سلوكيه غير متوقعه. يعني كتير مثلا يقولنا العيادة يقولوا ولادنا بتعاني من تبول لا ارادي، او بتعاني من تاخر دراسي، او ان هو على طول عدواني وعلى طول عنيف. نرجع على طول نسال السؤال ده، البيئه المحيطه بيه شكلها ايه؟ البيت عامل ايه؟ لازم نرجع للسبب الرئيسي او جذور المشكله اللي هي الخلافات الزوجيه الموجوده اللي الطفل بيعيش فيها. طبعا كل مدى ما بيحس بالجو ده اللي بيسوده المشاكل والزعل والمشاجره دايما، نخلق اولادنا عدوانيين جدا. يبقى كل دفاعه او كل رد فعله عدواني وعنيف حتى مع اطفال اصحابه في المدرسه، قرايبه في العيله، يبقى فعلا سلوكه عنيف جدا. يعني مفيش هدوء نفسي جواه، مفيش استقرار نفسي جواه. طبعا ناهيكوا لو البيت ده في بيت عيله. بيت العيله من المشاكل اللي بتقابلنا كتير جدا وما بيبقاش ليها اخر ولا اول في المشاكل. ليه؟ لانه كذا فرد بيتدخل في تربيه الاولاد، وفي نفس الوقت الطفل طالع نازل كل واحد من البيت بيربي الكلمه وبيقول له كلمه. طبعا بيبقى في مقارنه بينه وبين باقي الاطفال الموجودين في العيله، فبالتالي الطفل عمره ما يحس باستقرار نفسي الا هو بيته مع ابوه وامه لو في استقرار في البيت. تمام؟ فخلينا نحط نقط مهمه في اعتبارنا علشان دي من النقط او المشاكل اللي بتواجهنا فعلا، انه ما بيبقاش قادرين نسيطر على تحكم باقي الافراد في تربيه ولادنا. واحنا ما بنقدرش نزعل حد في باب الماين الامور ونمشي الدنيا، وطبعا الطفل بيطلع مش مستقر خالص نفسيا. طبعا في كتير من الدراسات اثبتت انه حتى الرضيع في بطن امه بيحس جدا بالغضب اللي بتبقى امه فيه اثناء الحمل. بتبقى بيحس جدا بالصريخ، تخيلوا هو في بطن الام. يعني ينزل الطفل ده بيتولد طفل عصبي جدا، لان كل المشاعر او الاحاسيس اللي بتمر بيها الام دي بتتنقل للمراكز المخيه في الدماغ، وبتبعد عن المشاعر او الاحاسيس اللي المفروض يبقى الطفل حاسس بيها. تخيلوا كده لما الام تبقى زعلانه وغضبانه وهي حامل ويتاثر جدا، ما بالكم ان هو عايش جوه البيت شايف بقى بابا ومامته قدامه. دي من النقط المهمة قوي اللي دايما نركز عليها، نقول يعني كل حاجة بتأثر علينا فعلا. كمان الخلافات الزوجية بتأثر على نوم الطفل. قلنا برضه في العيادة يقول الطفل على طول حركي جدا وهو نايم، نومه مش مستقر، أو بيعاني من كوابيس وأحلام مفزعة وهو نايم. ليه؟ لأن اللي بيشوفه أثناء الخلافات ما بين الأب والأم يترجم في صورة ذهنية بتتحط كده في دماغه
ويبتدي يحلم بيها لما ينام، تترجم في صورة كوابيس وأفواه وأحلام مفزعة. كمان اللي بيعيشوا الأطفال اللي بيعيشوا في عنف دائم، طبعا أنا مش بتكلم يعني أي كلام، هو فعلا في بيوت مليانة بالعنف الشديد ومليانة بالمشاكل الجامدة جدا جدا. يعني اللي احنا بنقوله ده احنا بنعاني منه فعلا، وبيجي لنا حالات كتير قوي قوي انه الطفل بيتأثر تأثير سلبي ونفسي بحت على تصرفاته وعلى حياته وعلى شخصيته. بيضطر ممكن في الاخر من كتر العنف اللي بيشوفوه، من كتر المشاكل اللي بيواجهوها مع الاب والام، بيعرضوا نفسهم للانتحار ويعرضوا نفسهم للاكتئاب. يعني يبقى طفل عنده 7 سنين وطفل مكتئب، او مثلا طفل عنده 10-11 سنة ودخل في سن المراهقة يبتدي يدور ازاي ينتحر علشان يتخلص من جو البيت المسيء بالنسبة له، اللي مش قادر يحس فيه بالامان. طبعا لو جينا نتكلم برضو عن ادمان النت، وان بابا وماما مش فاضيين لولادهم، وان مفيش حوار عائلي، والنت طبعا بيأثر جدا جدا على العلاقة العائلية وعلى الحوار الأسري اللي المفروض يكون موجود. النت واخد معظم وقتنا، بابا بيرجع من شغله بيبقى عايز ياكل ويشرب، بعد كده يقعد على الموبايل، ما بيهتمش بأي مشاكل، ما بيهتمش بأي حوار. نفس الحكاية ماما تخلص شغل البيت تجري على الموبايل، تجري على النت عشان تتفرج مش عارفة على مسلسل ايه، على تكلم مين على الفيسبوك، تعمل ايه. فمفيش وقت. بقى أصبح دلوقتي الحوار بالتليفون، لو عايز حاجة رن على ماما التليفون عشان تجيب لي ساندوتش آكل، عشان تجيب لي مش عارفة إيه أعمله. يعني مفيش أسرة ممكن تقعد تتجمع على ترابيزة واحدة في الغدا تناقش حوار، تناقش مشكلة، تشوف اهتمامات ولادها إيه، تشوف بيعانوا من إيه. الكلام ده بقى نادراً ما بيحصل. طيب عشان أجيد حوار مع ولادي، ايه اللي المفروض يكون موجود؟ اول حاجه لازم ولادي علشان يتكلموا معايا يحسوا بالحب والحنان. ده اهم احتياج نفسي اديه لولادي. يعني ايه حب وحنان؟ يعني ابوس واحضن واطبطب وابقى بتعامل بدون قسوه وبدون عنف وبحسب. مش مطلوب مني ان انا على طول ارطش اقرص اقعد الزق اعمل التصرفات اللي فعلاً متأثر جداً على ولادي، ما يخليهمش يبقوا أطفال أسوياء ويبقوا خايفين يتكلموا معايا. تمام؟ تاني حاجة لازم أعمل حل المشاكل. أنا أشهد في المشاكل اللي تعرضوا ليها في المدرسة مثلاً أو مع القرايب. كتير نسمع أن القرايب الأطفال فيها خشبين بعض، وأنه دايماً على خلافات في اللعب، في الضرب، في العنف، مش عارفة. الكلام ده كله لازم أقعد أتكلم معاهم وأشوف هما مشاعرهم ايه من ناحية الأطفال التانية، مشاعرهم ايه من ناحية صحابهم في المدرسة، ايه المشاكل اللي بيواجهوها في المدرسة. لأن الخبرة دي مش هتتنقل لولادي إلا عن طريق بابا وماما. بابا وماما هما اللي هيعلموني ازاي يتعاملوا وازاي يعيشوا خبرة حياتية صح مع باقي الأطفال اللي حواليهم أو مع باقي الناس اللي حواليهم. تمام؟ كمان لازم يكون في صداقة بيني وبين ولادي. طب منين الصداقة دي هتيجي ومفيش حوار؟ ومفيش أسرة سوية، ومفيش حوار يعني يفتح وقت ويفتح ذهن ولادي ان انا بتكلم معاهم وان انا محتضناهم وان انا بسمع لهم. كمان لازم اشرك ولادي في مشاكل في حياتي بسيطة عشان ينتموا ليا. يعني بابا النهاردة تعبان مش قادر ينزل يوديك مثلا تدريب في النادي، او ماما النهاردة تعبانة مش تعمل حاجة، فممكن انت تقوم بالمساعدة دي، ممكن انت تقوم بالمسؤولية دي. مشكلتنا دلوقتي كل الأمهات الصغيرة اللي لسه متجوزة جديد مفيش انها تحمل ولادها المسؤولية ولا هي تتحمل المسؤولية. تمام؟ يعني دي مشكلة برضو موجودة، انه ولادي مش منتمين للبيت، مش قادرين يحسوا يعني ايه مسؤولية او يعني ايه انتمائهم للأسرة. دي مشكلة موجودة،
ان كل طفل خلاص اول ما بيكبر يبقى عايز يسيب البيت ويخرج مع صحابه وتخرج مع صاحبتها، واحنا مش عارفين هما فين، يروحوا فين، السايبر يلمهم كلهم، الشارع ممكن يلعب فيه، عشان انا ايه اريح دماغي وابقى يعني بعيد عن المشاكل بتاعته. لازم احدد ساعات النت. اتفضل. سؤال حلو جدا. طيب هو مطلوب ان هو يعيش حياته مع اصحابه، لان هو فتره المراهقه هو بالنسبه له خلاص كده اتربى وخلص وقت بيته، فهو عايز يعيش حياته مع اصحابه، بس في نفس الوقت هو لازم يلتزم ان في زياره عائليه موجوده، فكلنا رايحين نزور تيتا وجدته مثلا. يجي في وقت زياره تيتا وجده يقول لك لا انا مش جايه معاكم. ليه؟ عشان هو منتمي لاصحابه، منتمي للناس اللي عايز يقعد عليها. لكن انا لو من الصغر هو طفل صغير علمته يعني ايه ان في وقت للعيله، في وقت للنت، في وقت لاصحابك، في وقت ربنا، في وقت القداس، في وقت الصلاه، يبقى تنظيم روتين حياته. لكن مفيش التنظيم ده ومفيش الروتين ده من هو طفل صغير هيطلع ملوش اي حد غير بيته، غير اصحابه، غير الشارع وغيره. سؤال حلو جدا. يعني هو سن مراهقه 18 سنه، بس انا مش هقدر عليه في 18 سنه، لكن انا لازم يعني كدور بابا بقى هنا او يعني انه يبقى مديله وقت حريه، بس زي ما بديلك وقت حريه لاصحابك يبقى في وقت حريه لبيتك واسرتك. هيزمزق في الاول وهيتضايق في الاول وهيتذمر في الاول كتير، لكن في الاخر وفي الاول لازم يسمع الكلام، لانه يعني sooner or later انا لما يسيب البيت ويمشي مش هيسال عليا، ما هو ده الانتماء، ما هو ده اللي انا عايزه اعوده، يعني ايه مسؤوليه بابا وماما موجودين في حياتك. فهو بيكبر بس لازم برضه يتعود انه اصحابك ليهم وقت، بس عيلتك الاهم، او عيلتك نمره واحد، اسرتك نمره واحد، واصحابك نمره اثنين. تمام؟ وبعدين حته ان انا مش عارف صحابه وانه صحباته دي يعني اصحابه دي مش كويسه، بس بتغاضى عشان يبقى دي صحاب، دي برضو تتحط تحتها مليون خط، ان انا صحابه دي انا باقي فتره بنصحه ده لا وده بلاش وده بيتصرف وده بابا ومامته كذا وده مش عارفه تصرفاته ايه، لكن بيجي وقت انا لازم انا بنصح 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 وبسيبه. ممكن يتخبط ويقع، بس في الاخر انا قدمت النصيحه. فترة المراهقة هو مش مستني تربية وخلاص اتربى، عشان كده احنا بنواجه مشاكل كتير جدا جدا في فترة المراهقة. ليه؟ لأني ما بكونش حطيت البذرة السليمة في الطفولة. يعني هي أساس مرحلة الطفولة هي اللي بتبني شخصية ولادي. حد من سن سنتين لست سنين تزرعي زي ما تزرعي في السن ده. لكن تعالي بعد كده هتبصي تلاقي برضه مشاكل كتيرة قوي في فترة الطفولة المتأخرة من 6 ل 10 سنين، دي الطفولة المتأخرة، بس برضه بكمل على قد ما أقدر أكمل. فترة المراهقة هو خلاص مش عايز يسمع، هو حاسس إنه كبر وعايز يثبت نفسه وعايز يثبت إن هو ليه أصحاب وليه أشخاص كتير يعرفهم. أوكي أعرف، بس خلي بالك في كذا وكذا 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 وكذا، ابعد عنه. واللي اتصرف غلط لو في بقى حوار ومتعود يجي يحكي لي هيجي يحكي يتكلم معايا. كتير جدا من ولادنا في التربيه الكنسيه لما يجي يشتكوا يقولوا ما بنلاقيش وقت نتكلم مع بابا وماما عشان هم على طول مش فاضيين. طب انت لو حضرتك وحضرتك ما عندكوش وقت، امال هو يحكي مع مين؟ يبقى لما تسمع كلمه حلوه من بره ويلاقي حد يسمعه بره ما تبقوش تزعلوا. ما تبقوش تزعلوا، وكتير من اللي بيسمعه بره غلط، فهو محتاج اللي يصلح له الامور دي كلها. الافلام الاباحيه اللي بيتفرجوا عليها على الموبايلات
حضرتك فين من ده كله وحضرتك فين من ده كله؟ هل انا في مره جيت قعدت مع اولادي حطيتهم في بطني وشفت ايه اللي هما بيشوفوه؟ اتناقشت في اللي هما بيشوفوه؟ عرفته كتير عن الثقافه الجنسيه عشان يوم ما يتعرض عليه اي فيلم اباحي يبقى عارف ان ده ما ينفعش ان انا اقعد اتفرج عليه؟ وان ده ضد الكنيسه وضد المجتمع وضد بيتي قبل المجتمع؟ هل انا اتناقشت معاه في حاجه زي كده؟ بل بالعكس هو بيلاقي ابوه جوه البيت دلوقتي بيتفرج على افلام اباحيه. تخيلوا بقى ان هو يبقى يلاقي الاب النموذج بتاعه قاعد بيتفرج على افلام اباحيه قدامه. ما تستغربش حضرتك هي دي موجوده. يعني احنا بنلاقي مشاكل بجد كتير جدا جدا ان الاب كقدوه نموذج بيتصرف تصرفات كتير قدام ولاده غلط. فده بيسبب مشاكل كتير قوي. ارجو ان انا اكون جاوبت على حضرتك. لا ما الاجابه ما وصلتش. هي فتره المراهقه فتره صعبه ان انا اسيطر، ولكن على قد ما بقدر لو بابا ليه دور حازم وماما بتساعد بتأيد كلام بابا نلاقي الدنيا الى حد ما مشيت. طبعا مش هتبقى 100% بس على قد ما اقدر همشي كلامي واسيب وقت. اتفضل. هو في اطفال كتير كتومه انا معاكي، ولكن هو لو متعود من هو طفل صغير انك يحكي ولو حكى ما تفضحيهوش ما تطلعيش سره، ولو حكى العيله كلها ما تعرفش اسراره، ولو حكى ما تضحكيش عليه او تستهزئي بيه، كل الامور دي هتخلي الحوار قائم وصريح وواضح وكل حاجه. فتابعي يعني كده لاحظي انت عملتي ايه من اللي انا قلته. قد يجوز عملتي حاجة وهو أخذها يعني إن هو مش هيحكي لك حاجة تاني. وزعقت. طب ما هو طبيعي إن كل هما بتزعق وبتصرخ وصوتنا بيبقى يعني واصل لآخر الدنيا، بس إلى حد ما كل ما بسمع أي حاجة في التربية أو في المشورة بحاول إن أنا أتعلم عشان أهدي من أسلوبي الغلط وأتعامل صح. تمام؟ شوية شوية ممكن يتكلم معاكي لو انتي اديتيله فرصة انه يتكلم. كتير كمان لما بنفتح حوار مع اولادنا قبل ما نفتح الحوار ونتكلم عن الحوار، الخروج مع اولادنا مهم جدا. احنا الدنيا غليت والاسعار بقت صعبة وكل الناس متضايقة قوي من غلو الاسعار وانه ما عندناش وقت وان كل حياتنا للشغل وكل حياتنا يعني جري الجاي، لكن ولادنا محتاجين يخرجوا. بس مش محتاجين يخرجوا من بيت لبيت، محتاجين يخرجوا غيروا جو في هوا نقي، في جنينه، في نادي، في ملاهي، على الاقل يعني مره كل شهر مثلا. لكن الكبت وعدم الخروج هينفذ كل ده في عدوانيه جديده جوه البيت ومش هنلاحق عليهم في حركاتهم ونرجع نقول ده عنده فرط حركه، لكن محتاج ان هو يخرج. تمام؟ طيب تعالوا نشوف الحوار مع الولاد. طبعا يعني في اباء وامهات متسلطين جدا ما بيدوش فرصه للحوار، ما بيدوش فرصه ان هم يقعدوا يسمعوا اكتر ما يتكلموا، ودي بتبقى مشكله كبيره ان انا عايز اتكلم واقول كل اللي جوايا وادي فرمانات وادي اوامر، لكن ما بقعدش اسمع ولادي خالص. في حين ان انا لو سمعتهم ممكن يطلعوا برأي احنا ما كناش نتوقع ان هم يتكلموا الكلام ده. يبقى ساعات رايهم حلو قوي وصائب جدا في اي مشكله ممكن ان احنا نكون بنناقشها مع بعض. وفي نفس الوقت الحوار يعني بيدي احترام ليهم، بحسسهم ان انا اهو انا سامعك. ولما يتكلم معايا ابص له مش هبص في حته ثانيه. لانه انا لما ببص في عينه معنى كده ان انا مهتمه بالكلام معاه او ان انا بسمعه كويس. تمام؟ كمان لازم نفهم شخصيه ولادنا. هو كل طفل ليه شخصية مختلفة عن التاني. فأنا لما أتكلم أدي فرصة ده يتكلم وده يتكلم لأن كل واحد مختلف في شخصيته عن التاني. أراعي في حواري إن أنا ما أقارنش بينه وبين أطفال في العيلة. ده مهم جدا.
مقارنة أطفال العيلة بتحطم نفسية ولادنا جدا. ابن عمك وابن خالك وطلعوا من الأوائل وأنت فيك وأنت عليك ولازم أقعد أجيب إيه العيلة كلها. لا مينفعش، حتى ما قارنش بينه وبين أخوه. للأسف إن كتير قوي من العيال بيقارن بينه وبين الأخ أو الأخت، وده برضه حاجة ما بتبقاش نفسيا كويسة بالنسبة لي. لا، هو ما بياخدهاش انها قدوة، هو بيحس ان انت بتحبي فلان اكتر منه، هو دي الصورة اللي بيتخيلها. لكن انا ممكن اشجعه باسلوب تاني، عارف لو مثلا ذاكرت ممكن نتعب شوية ونسهر شوية في المذاكرة او نركز شوية نجيب درجة اعلى، عارف لو سمعت كلامي في المذاكرة ممكن ان انت تجيب درجات احسن، واشجعه ابقى دايما في صورة تشجيع، مش ان انا ماسكاله بقى الخرزانه او الحزام ولو جاب 5 من 10 يبقى هو فاشل. لا، حتى هو التعليم الايام دي اختلف، انه مش لازم يحفظ، مش لازم يقعد يكتب 20 مره الكلمه عشان يحفظها. لا، في اساليب كتير قوي للمذاكره. اتفضلي. يحس ان هو اقل من اخوه، يحس ان هو مش مقبول بالنسبه لك. حتى لا. هو جميل ازاي يعني هو وحش؟ هو انت تبقى شاطر زي اخوك يعني هو مش شاطر ولا فالح زي اخوك. لكن لا، عارف لو سمعت كلام ماما المره دي ممكن تذاكر شويه اكتر هتجيب درجه احلى. وبعدين لو جبنا 5 من 10 نسقف له برافو، بس المره الجايه هنجيب 7 من 10 والمره اللي بعدها هنجيب 9 من 10. حته التشجيع بتديله نفسيه حلوه قوي ان هو يذاكر وان انت حضرتك مهتمه بيه. لكن ذاكر زي اخوك يعني هو منبوذ واخوه هو اللي شاطر. ازاي احفزه ان في قدوه قدامه يا سؤال؟ ازاي احفز الكتابي دوت ان اعمل له قدوه علشان هو شايف ان في قدوه كتير غير اخوه، هو عارف وحاسس، بس هو مش لازم ان انا اقلل من قدراته. افرضه هو قدراته في الرياضه مثلا في الحساب ان هو يجيب 5 من 10، لكن في قدره تانيه في العربي يجيب 10 من 10. ما هو الذكاءات المتعدده كتير، وممكن يكون اخوه كتير يحصل كتير من وهي كده قدامه على صبورة، لكن ده طفل محتاج انه يعيد ويزيد كذا مره. عشان كده بنقول احنا شخصيه ولادنا مختلفه جدا، كل واحد شخصيه مختلفه. اكيد حضرتك كنت في بيتك غير اختك غير اخوك، فكل واحد ليه قدرات معينه. تمام؟ وفي فروق فرديه، انا لازم اراعي الفروق الفرديه دي في الذكاء. يعني مثلا طفل بطيء تعلم، هل احنا بنعرف ازاي بطيء تعلم؟ ان هو بينسى كتير، ان هو ما بيقدرش يركز، ان هو على طول الحفظ بالنسبه له صعب جدا، ان هو ما بيفهمش، كل المهارات العقليه عنده ضعيفه، فده يبقى بطيء التعلم. هل يا ترى احنا بنحط في اعتبارنا ان ده بطيء التعلم؟ لا، بنقعد نضرب فيه ونهزم فيه ونشتم فيه والمدرسه تشتكي عشان تدي دروس والدنيا كلها تبقى ايه؟ ضده. ساعتها ولا كانك بتعملي حاجه. حضرتك متابعه؟ طب ازاي كان في الطفوله يعني طوع ليك و اكيد المراهقه طبعا مختلفه كتير، والاصحاب ليهم عامل كبير جدا في التاثير عليهم، بس لازم حضرتك لما تكلمه يتعود ان هو يقف قدامك يسمعك. هو موضوع ان احنا نسيبهم يدخلوا اوضتهم ويقفلوا عليهم، طب ما هو اكيد حضرتك ما ادتوش وقت قبل كده تسمعه. اكيد لما جه يكلمك ممكن تكون مشغول ما بتسمعوش. بتسمعه؟ طب الحوار بينك وبينه بيكون بناء، يعني بيخرج من الحوار بنتيجه هو بيبقى مبسوط منها ومرتاح فيها؟ طب ما هو دي المشكله.
ما هو دي المشكلة إن أنا دلوقتي أنا بتناقش مع بابا، عارف إن بابا متسلط في رأيه وإنه عايز يمشي كلامه عليا. أنا دلوقتي مراهق وليا شخصية مستقلة وعايز أثبت نفسي، وحاسس إن أنا كل ما بتكلم مع بابا ما بخرجش بنتيجة، يبقى أجي أتكلم ليه؟ يبقى مين أتكلم معاه؟ صحابي اللي هم قادرين يفهموني، اللي قادرين يوصلوا لي. طبعاً ممكن يقولوا آراء غلط وكلام مش صح، لكن هو مش هيسمعك غير لما حضرتك تكون بقى يعني حازم شوية معاه، صارم في العلاقة مع شريك. مش بنقول نضرب ولا نزعق ولا نعاقب، لكن أما أجي أكلمك تقف تكلمني، ما تسيبنيش وتمشي. وبعدين أنت مش عاجبك كلامي نتناقش، إدي فرصة للمناقشة والحوار بينك وبيني. وبعدين لما يجي يكلم حضرتك يعني حاول نخلي طون الصوت هادي شوية عشان يحس بالأمان. يعني دايما أي بابا لما بيجي يتكلم ويكون هو أساسا شخصية يعني متسلطة شوية، الصوت يعلى فخلاص احنا كده بنقفل الباب، مفيش نقاش. طيب تعالوا نكمل مع بعض. الحوار بيننا وبين ولادنا لازم يكون فيه مصداقية، يعني ما يكونش فيه كذب. يعني لما أقول حاجة أنا قادر إن أنا أعمل الحاجة اللي بقولها، وعدت بحاجة لازم أنفذ، قلت حاجة لازم تتعمل. حتة بقى إن أنا بقول حاجة وأرجع في كلامي، ده بيهز صورة بابا في عين ولادي. معلش أنا آسفة جدا. وبابا بيبقى طبعا هو ليه الكلمة الأولى والأخيرة في البيت، فطبعا صورة بابا بتتهز ويرجع لمين؟ لماما. ماما تخش في خلاف مع بابا عشان عايزاه يعمل الولد عايزه أو البنت عايزاه. فهنا يعني نبدأ الصراعات. لكن لو في تفاهم، لو كل واحد عارف الدور بتاعه، لو بابا بيسمع لماما قبل ما بيسمع لولاده، لو في جو كده من التفاهم العائلي الصح، كانتش الدنيا تبقى بالمشاكل دي والصراعات. تمام؟ طيب كتير قوي من الخلافات بين الزوجين بيبقى النقاش فيها طبعا مش نقاش ناجح، مش نقاش بناء، يعني مش شجار بناء، لا شجار على خلافات. واحيانا زي ما اتفقنا في الاول بتوصل لمرحله شتم وسب وصريخ وبيبقى علاقه سيئه جدا. لكن لو الحوار ناجح وحوار بناء، تبصوا تلاقوا على طول الولاد بتجري لبابا وماما عشان يتفهموا وعشان يتناقشوا. تمام؟ طيب تعالوا نشوف انواع الخلافات. في خلافات مدمره زي ما بنقول، اللي هو الخلاف اللي هو مدمر بقى، ان كل واحد عايز يمشي كلامه على الاخر، مفيش كلمه موجوده، دايما يعني بيبقى خلاف شديد جدا ما بنوصلش فيه النتيجة. وفي خلافات بناءة دي اللي بتنتج عن الحوار الناجح البناء، اللي هو انا باخد وقتي واسمع ماما وماما تسمعني قدام ولادي وبنوصل في الاخر لحل. طبعا نادرا ما بنلاقي الكلام ده دلوقتي، هو دايما كل واحد عايز يمشي كلامه على الاخر وشخصيته تضغط على الاخر. يا ترى الخلافات الزوجية دي سببها ايه؟ سؤال. مفيش محبة، تمام. مفيش تفاهم، أشكرك. إيه كمان؟ مفيش إيه؟ حب. أوكي، مفيش حب. اختلاف التربية، تمام. الرغبة في السيطرة من كل واحد، أشكرك. إيه كمان؟ اتفضل. كل دي اسباب الخلافات الزوجيه. اتفضل.
كل واحد ايه؟ كل واحد ليه طبع، اختلاف الطباع يعني. اوكي، حد تاني؟ طيب تعالوا نشوف اول حاجه من الاسباب هي السلبيه وعدم الرضا. كتير برضو من الناس بتقولنا في المشوره الزوجيه انه الاب دايما سلبي ملوش دور، يعني زي ما قلنا الاب له دور ويبقى صارم وليه كلمته وليه وليه وليه، بس برضو في اب سلبي ما يقدرش يواجه. فمين اللي بتواجه؟ ماما. طبعا الاولاد بيحسوا جدا جدا ان بابا ملوش دور، ومن هنا بينتج خلافات كتير جدا. انه مين اللي يبقى ليه الكلمه الاولى والاخيره؟ ماما. بابا فين؟ موجود بس مش موجود. دي مشكله كبيره جدا. تاني سبب هو اسقاط الاخطاء على الطرف الاخر. يعني انا ابقى فيا غلط اقوم رامي الغلط على اللي قدامي، لكن كل واحد لو يعرف غلطه يحس بالغلط بتاعه ويراجع نفسه ويحاسب نفسه انه دي وزنه ربنا ادهالنا، وانه الولاد اللي في ايدي دي مش يعني استلمناها قدام هيكل ربنا وهنتحاسب عليهم. كان كل واحد راجع نفسه في امور كتير جدا. اشاعه النكد في الجو الاسري من اسباب الخلافات. طب ما هو النكد ده بيجي نتيجه ان كل واحد مش عارف دوره. لو بابا عارف دوره وماما عارفه دورها كانش يبقى في نكد، صح؟ يعني كل واحد يراعي مشاعر الاخر، تمام؟ زي ما اتفقنا غياب الاب عن الاسره في كل مشاكلها، والتاخر الدراسي للولاد احيانا بيسبب خلافات كتير زوجيه. يفضل الاب يقارن انت بتعملي ايه؟ انت قاعده في البيت ما بتشتغليش، طب وانت هدفك ايه؟ المذاكره بتاعت العيال. فين بقى مذاكره العيال وفين نتيجه العيال؟ مفيش نتيجه العيال. طب ايه ذنبها ايه؟ ما هي تعبانه معاهم بتشتغل معاهم، بس في الاخر وفي الاول الطفل فيه مشكله. الطفل فيه مشكله. وطبعا الخلافات الزوجيه بتاثر جدا جدا على التاخر الدراسي. يعني لو الطفل عايش في جو في البيت هادي بدون الخلافات دي اكيد النتيجه هتكون افضل كتير. اكيد. برضه العلاقات الاجتماعيه ما بين الحما واخت الزوج. ان الاب طبعا يجي على مراته ما بيديلهاش حقها فبيسبب خلافات كتير. او العكس. تمام؟ كمان الادوار لو زي ما قلنا كل واحد يبقى عارف دوره ايه بالتالي هيفرق كتير معاه. طب يا ترى ايه الاثار بقى اللي تترتب من الخلافات الزوجيه دي على اولادنا؟ يعني احنا قلنا حاجات كتيره قوي. طبعا اسلوب المشاجره ما بين الاب والام قدام الاطفال بيعلمهم زي ما اتفقنا ازاي ياخدوا حقهم من اللي حواليهم. يعني هو لو شايف هو وهو بيتخانقوا بهدوء بدون الالفاظ اللي بتتقال بدون الكلام الجارح اللي بيتقال هيعرف ازاي يتعامل لما يتخانق مع حد في المدرسه مثلا، او هيعرف ازاي يتعامل مع قرايبه. تمام؟ طيب كمان استخدام العنف في المعامله ما بين الاب والام ده بيخلق اطفال عنيفه. رد فعلها بيبقى كله عنف مع اللي حواليها. التفكك الموجود في البيت وكل فرد في اوضه ده ما بيخليش الطفل يشعر بالامان خالص. وبالتالي بيبقى على طول طفل مضطرب وطفل متوتر وبيعاني من مشاكل نفسيه كتير جدا جدا. زي ما قلنا التأخر في الكلام، التهتها، التبول الإرادي، الحاجات اللي احنا دايما على طول نسمع عنها في مشاكل الأطفال دي. كمان التسلط سواء الأب أو الأم بيخلق أطفال خايفين دايما، ما عندهمش ثقة في نفسهم. وبالتالي ما يقدروش يبيعوا، ما يقدروش يفكروا، ما يقدروش حتى يعرفوا حل مشاكلهم. معايا؟ كمان الخلافات الزوجية بتأدي لأنه لما يبقى في انقسام ما بين فريقين، فريق مع بابا وفريق مع ماما، بيأدي إن الطرف اللي دايما يعني كويس بيعمل حماية زايدة قوي على الولاد، بيبقى خايف عليهم. وبالتالي ما يكونش الأطفال دي عندها شخصية خالص. يبقوا على طول اعتماديين، يعني عايزين اللي إيه؟ حد يعمل لهم حاجتهم.
كثرة الخلافات والمشاكل بتخلق عدم الاهتمام. ونبص نلاقي ولادنا دول في ثانية كبروا، بس كبروا على سلوكيات مش صح، وكبروا على تسيب في أمور مهمة جدا إحنا مكناش واخدين بالنا منهم من كتر المشاكل اللي إحنا بنمر بيها. يعني أبسط الأمور يتعلم قواعد اللياقة والذوق، بس هو مش عارف اتعلمها إزاي. وطبعا بتولد عنده تبلد، بتولد عنده لامبالاة بطريقة مش طبيعية. كمان الخلافات الزوجية دي بتؤدي لعدم الاستقرار في التربية. يعني الطفل ما يعرفش الثواب من الغلط، الثواب والعقاب. ايه؟ هو شايف ان كل الامور عنده متلخبطة، فبالتالي بيبقى شخصية متقلبة جدا ومزدوجة في الشخصية. يعني في البيت حاجة وعايزينه بره يتعامل بطريقة تانية. حتى لما يشوف بابا رايح القداس واقف لابس شماس وبيصلي، طب ما انت في البيت بتشتم صح؟ في البيت بتمد ايدك على ماما، تجيبها من شعرها واقف تخدم. ماما نفس الحكايه، خادمه في الكنيسه واقفه تقول لا نحب بعض ولا نساعد بعض ولا نعمل ونعمل ونعمل، لكن في البيت حاجه ثانيه. ازاي هنكون نموذج وقدوه؟ الخلافات الزوجية كمان بتفرق بين الولاد، يعني بتعمل تفرقة جامدة جدا. اللي بينضم للفريق الأم بالنسبة للأب طبعا مش حلو، فيحب مين؟ الأب يحب اللي في فريقه والأم تحب اللي في فريقها، فيبقى فيه عدوانية بين الأبناء في المعاملة وأنانية. ليه؟ لأن بابا بيديني الفرصة إن أنا أعمل كده فيكم، عشان أنا متسنود ببابا. شفتوا قد إيه؟ حاجات صعبة جدا. كمان الخلافات الزوجية بتأثر على الضغط النفسي للأم، فبتبقى عصبية جدا، وبالتالي العصبية دي بتنعكس على الولاد في المعاملة وفي المذاكرة وفي التربية. يا إما البابا يبقى عنيف برضو عصبي جدا، وبالتالي الطفل يخاف يوريله حتى شكله، يوريله وشه. اول ما هو يخش البيت يجري يستخبى في اوضه ويقفل عليه. ليه؟ عشان بابا عصبي جدا، بابا ممكن يكسر حاجه من كتر عصبيته، يرمي في وش ماما حاجه او يرمي في وش اخويا حاجه. تمام؟ يتعالج. هو ايه سبب العصبية؟ شخصية عصبية؟ ما لازم يتعالج على طب نفسي بقى، احنا مش فاهمين يعني ايه؟ ما احنا في اولاد بنربيها، ما هو ما تعالجش هيفضل على طول عصبي، والعصبية دي ممكن تأدي لأسباب كتير مش كويسة، وأولهم إن ولاده هيطلعوا عصبيين. هم عملوا الطب النفسي ليه؟ خلاص ملوش حاجه، هو ملوش حاجه اصلا، ملوش حاجه غير انه ياخد ادويه مهدئه تهدي العصبيه دي. انا بتكلم بجد مش بهزر. يبقى انت بقى دورك ان انت تهدي بقى العصبيه دي على قد ما تقدري، تكون ليكي دور في ان انت تهديه، تكلمي معاه براحه وتقولي له هدي نفسك، احنا بنربيهم ولازم يطلعوا شايفينك قدامهم مش عصبية عشان هما ما يتحولوش العصبية دي. يبقى جو البيت هادي على قد ما تقدري، انت ليكي برضه دور كبير يعني. تمام؟ طبعا بتعمل الخلافات الزوجية اختلال في توازن الشخصية زي ما قلنا، ما بتطلعش أطفال أسوياء، وبتأدي لاضطرابات نفسية زي ما اتفقنا. وكمان دايما ردود الأفعال عند ولادنا اللي عايشين في خلافات ومشاجرات دايما بيبقى عندهم ميل للتخريب وميل للعنف وميل للحساسية زيادة. وابقى قاعد في وسط اصحابي في المدرسة وانا حاسس ان انا في حاجة غلط، ناقصني حنان بابا، ناقصني كلام ماما الكويس، الحب بتاعهم،
يعني ممكن تكون مدرسة في المدرسة بتحبه جدا فيجري يلزق فيها ويحضنها ويبصها عشان هو حاسس بالأمان من ناحية المدرسة دي، لكن هو مش حاسس بالأمان في البيت. نفس الحكاية لو خادمة أو خادم في الكنيسة بيجري يحضن الخادم ده أو الخادمة دي عشان يحس بالأمان. تمام؟ طبعا بيحس بالنقص جامد جدا، إنه في حاجة ناقصاه. يعني كتير من ولادنا كمان بيحسوا بالسيطرة، إن هم عايزين يسيطروا، فيسيطروا إزاي؟ يا إما من خلال السرقة أو من خلال الزنا. شوفوا بقى، يعني تيجي فترة المراهقة عايز يسيطر، عايز يثبت شخصيته، فبيثبت شخصيته إزاي؟ يا إما يسرق فلوس من جيب بابا، ويفتح شنطة بابا يسرق فلوس، وكتير بتجيلنا برضه الحاجات دي قوي، أو إن هو يروح للزنا. كمان لما بيكون في مشاجرة الأولاد بتحس إن البيت ده مش مستمر، يعني هيجي في وقت وينفصلوا، فبيبقى في عداء جدا، إنه حاسين بعداء من نفسيتهم لنفسهم هما، وفي نفس الوقت إنه دايما حاسين إن هما مش قابلين نفسهم، يعني قبول الذات عند أولادنا في البيت اللي فيه مشاجرات دايما ده مش موجود، يحسوا إن هما مقبولين منبوذين، حاسين دايما بنقص. تمام؟ تعالوا بقى عشان نختم كلامنا، انا طولت عليكم. ايه هي مقومات الحياه الاسريه؟ عشان تبقى حياه اسريه سليمه، ايه المطلوب؟ بعد كل اللي احنا قلناه، عشان نتلاشى كل اللي احنا قلناه. اول حاجه رقم واحد المحبه والاحترام. مفيش محبه واحترام مفيش اسره. تمام؟ طيب لازم يكون في تبادل المحبه والاحترام ده بين الزوجين، وفي نفس الوقت بين الزوجين والابناء. ما استعملش كلمه لا في الحوار على طول، لازم يبقى فيه تفاهم، ولازم يبقى فيه استماع، ولازم يبقى فيه حب في المناقشه. يعني وانا بناقش مش لازم امشي رايي، لا انا ممكن عشان بحبك اتنازل او اضحي عن حاجه معينه عشان امشي الدنيا، فالدنيا الامور تبقى هاديه، مره انت مره بابا، يبقى الدنيا بتمشي. لكن طول ما انا على طول في شجار مفيش محبه حتى في الشجار، مفيش احترام في الشجار، ده هيفرق كتير قوي. تاني حاجه التشجيع والقبول والمشاركه. تقولهم كمان مره، التشجيع والقبول والمشاركه. يعني بابا عامل حاجه اشجعه، ماما عملت حاجه اشجعها، عملت أكلة حلوة الله يسلم عليكي، بابا رجع تعبان من الشغل يا ربنا يخليك لينا، الكلمة الحلوة دي تفرق كتير قوي. القبول يعني أنا قابلة الوضع اللي أنا فيه، مش متنمرة على حاجة أو مش متذمرة على حاجة. تمام؟ المشاركة، إحنا حاطين إيدينا في إيدين بعض وبنتعب وبنشفع عشان في الآخر نلاقي ولادنا ثمرة قدامنا، مش كده؟ لكن لو مفيش الكلام ده يبقى برضه في خلل في العلاقة الزوجية. زي ما بنقول السيد المسيح قبلنا زي ما احنا، احنا خطاء بس قبلنا، احنا لازم نقبل بعض، وكانت محبته علشان يغيرنا. فاحنا الكتاب المقدس بيقول لنا ايه حلوه قوي، بيقول نطلب اليكم ايها الاخوه انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. آية جميلة جدا دي في تسالونيكي 5 آية 14. تمام؟ طبعا لازم نقدر، لازم نشجع في العصر اللي احنا فيه أو في الزمن اللي احنا فيه والضغوط النفسية اللي كلنا بنمر بيها، لازم كلنا نشجع بعض ولازم كلنا نشارك بعض. كل واحد فينا يدور على سعادة التاني، ايه اللي بيسعد مراتي اعمله، ايه اللي بيسعد جوزي اعمله، بالتالي سعادتي انا وجوزي هتبقى سعاده ولادي، هيحسوا بالسعاده دي مني. معايا؟ طبعا السيد المسيح بيحزن جدا جدا لما يكون مجمع بيت من بيوته وما يلاقيش فيها محبه، لان شغل الشيطان عالي جدا، والشيطان بيفرح قوي 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 بالبيوت المخروبه، يفرح جدا، يحس انه فلح في الخطه بتاعته.
يعني صعب قوي ان كل واحد فينا يعيش في فندق وكل واحد عايش في اوضه قافله على نفسه، صعب قوي. طبعا كل ما بزرع الحب والتقدير مش بس بالاهتمام بالمأكل والمشرب والملبس بتاعنا، لا كل حاجه في حياتنا في الاهتمام ككل. برضه في آية حلوة عشان كلنا نبقى عارفينها، أكيد أنتوا عارفينها يعني، أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. يعني اللي مفيش حوار لازم يبقى في حوار بأسلوب أو بآخر، لازم أموت نفسي عشان يبقى في حوار، لازم أسمعه، لازم أديله وقتي، لازم أحسسه إن أنا مهتم، إن أنا كل يوم هقعد معاه نص ساعة نتكلم فيها، حتى لو أنا راجع من شغلي تعبان، بس لازم يحس بدور بابا ودور ماما. ماما طول النهار معاك وعايز يسمعك، عايزك تنقله خبراتك، عايزك تديله افكارك انت بتتصرف ازاي في مواقف معينه، حصلت مشكله في شغلك وانت تصرفت فيها ازاي، اسمع رايه واسمعك وخليه يسمعك. صداقه الولاد من اهم مقومات الحياه الاسريه. احنا قلنا كم حاجه؟ قلنا ثلاثه. اول حاجه المحبه والاحترام، تاني حاجه التشجيع والقبول والمشاركه، ثالث حاجه صداقه الابناء. يعني تخلي الاسره سعيده، تخلي الاسره فيها حب، كل ما انا اصاحبهم واقرب ليهم كل ما يحسوا قوي بالعلاقه الموجوده. طبعا كل ما بيحسوا بعلاقه الحب دي، كل ما دايره التوجيه والارشاد من ناحيتنا هتبقى مقبوله. ما هو لو مفيش حب ومفيش احتضان ليهم في مشاكلهم وفي مشاعرهم مش هيحسوا ان احنا يعني مقبولين، بالعكس مش هيحسوا ان احنا عايزين نسمع لهم في اي حاجه. تمام. طبعا الخصوصيه، متابعتهم، خصوصيتهم، خصوصيه حياتهم ما تتنقلش بره للعيلتي ولا لعيله مامتهم ولا لاي حد، ولازم نعرفه ان في خصوصيه. لازم نشترك في قرايه الكتاب المقدس، زي ما في وقت للشغل، في وقت للاكل، في وقت للنت، في وقت قبل اي حاجه الاولويه في حياتنا هو مستقبلك الابدي قبل الارض. قراءه الكتاب المقدس دي ما بنعملهاش زي ما بابا بيقول، ليه حق، هو مفيش وقت، كل حاجتنا لو مفيش وقت، لكن هو في وقت، بس في وقت للموبايل، للفيسبوك، للنت عامه، لكن مفيش وقت نفتح الكتاب المقدس. على رأي أبونا المرة سمعته بيقول على طول خلوا الكتاب المقدس مفتوح ما تقفلوهوش، اللي خارج واللي ماشي واللي داخل يقرأ له آية ويقولها للي حواليه، حتى لو مش بنقعد نتجمع بس خلوه مفتوح على ترابيزة السفر عشان يبتدي كل اللي معاه يبتدي يقرأ له آية. دي كانت فكرة حلوة برضه إن إحنا ممكن نعملها. تمام؟ كمان حضور القداسات مهم جدا. الزيارات العائلية دي ما نتخلاش عنها، لأن ولادنا محتاجين فعلا يحسوا بالانتماء زي ما قلنا، حتى لو مش عايز مرة ترفض المرة التانية هتيجي معانا. طب النهاردة أنت مش فاضي وعندك خروجة مع أصحابك، المرة الجاية أنت جاي معانا. لازم رحلة عائلية أو زيارة عائلية هو يكون موجود. طيب عشان ما نخرجش بره الكلام اللي بنقوله، مقومات الحياة الأسرية التشجيع وتحمل المسؤولية. إحنا قلنا التشجيع بس خلينا في تحمل المسؤولية. يعني لازم اشجعهم يتحملوا المسؤوليه في البيت. من هو طفل 3 سنين يتحمل المسؤوليه ازاي؟ لو قلنا له هات ورقه من الارض، ماما تجيب الورقه من الارض، لم اللعب بتاعتك، لم اللعب بتاعته، مش ماما اللي تلم. يبقى دي 3 سنين ابتدى يتحمل المسؤوليه. اكبر شويه تعالى انزل شيل معايا، اديله حاجه خفيفه بس يشيل. نوالي مثلا كوبايه ميه، اعملي كوبايه شاي. ابتدي شويه شويه يتحمل. مش مشكلة لما يقف يغسل مواعين لماما، مش عشان ولد، لا اتحمل المسؤولية. ازاي اعمل ده دلوقتي لو انا ما عملتوش زمان؟ لا صعب، عشان هو ما اتحملش مسؤولية اتعود يبقى اعتمادي. صعب، وفي نفس الوقت في بيته هيبقى صعب، مش هيتحمل المسؤولية. نحاول نعمل ايه بقى؟ نديله مسؤولية هو حاببها. يعني انت يعني مثلا هو بيعرف يسوق، خلاص انت هتسوق النهارده واحنا مسافرين. حاجة هو حاببها هيعملها لك على أكل الوضع. النهارده مثلا في عزومة في البيت، إيه رأيك أنت تعمل لنا الأكل؟ أو انزل اشتري حاجة أنت حابب مثلا تأكلها للناس، فهينزل ويشتري. مثلا يعني. حاجة يكون بيحبها هيقوم بيها. فشوية شوية يبتدي يتمرن. تمام؟ برضه إحنا دلعناهم. إحنا ما خليناهمش يشيلوا المسؤولية.
ليه؟ لان احنا كنا خايفين عليهم قوي، بل بالعكس الجيل كمان الايام دي هيبقى اصعب واصعب، مش هيتحمل المسؤوليه في حاجه. بالظبط، بس احنا اهالينا يعني علمونا ازاي نتحمل المسؤوليه، بدليل ان احنا شايلين المسؤوليه. بيقول كده دلوقتي بعد السن ده. هم لما يوصلوا لسننا دلوقتي هيقولوا كده برضه. هيقولوا كده؟ ده إذا تحملوا المسؤولية بقى، لا هم هيجيبونا احنا نشيل المسؤولية معاهم، هم مش هيشيلوا المسؤولية بقى. تمام؟ في الآخر أنا هختم كلامي بآية حلوة اللي هي أما أنا وبيتي فأعبد الرب. أشكركم جدا وأتمنى إن احنا نكون يعني ربطنا الموضوع كله. نعم. في أسئلة؟ لو في حد عايز يسأل أي سؤال يعني ممكن يسأل، وأنا سايبة الكارت بتاعي ورا للحد. تفضل. ما فيش أسئلة؟ أشكركم جدا.